ده بقى شكل المتقاب بعد ما خلص بالحوض بتاعه، تمام. وطبعا انا لو هشتغل حاجه فيها خشب ومش عايز الميه النشاره تنزل هنا اهو، بحط هيتعمل لها حته ابلكاش كونتر هتتحط على الوش هنا على ان ما ينزلش عندي اي نشاره تحت عشان ما تسدليش الفلتر. فورة عشان نعدلها عشان تبقى زي البلاطه، فجبنا حته رخامه حطيناها عشان نقدر نعملها تقل. هنضرب الهواء السخن جوه الماسوره عشان الفكره تسيح، ونسدلها من هنا عشان الهواء ما يطلعش من المكان التاني. نربع حتة البلاستيك اللي احنا عملناها هناخدها على الجرك عشان نظبطها. هنبدأ نثبت بالسوبر جلو وبعد كده هنبدأ نحط سيليكون عربي. ده المقاس بتاعنا. صندوق اهو ده اللي هيركب معانا المكتب. طبعا انا هبدا طبعا هقفل الفراغات كلها، كل ما ده هيتقفل من جوه بسلك العرض، تمام. هيتقفل كله من جوه بسلك العرض وبعدين هسيبه لما يتقف، وبعد كده هبدا اركب له زوايا المونيا من بره عشان تديله عصب برضه هتتلزق بسلك العرض، تمام. فهنشطب الجزء ده وهنرجع معاه. طبعا زي ما واضح الحوض اللي احنا عملناه بنثبته، طبعا خرمنا له خرمين هنا اهوت، تمام، بالقاعده عشان نشيل الجسم بيها، وخرمنا له خرمين هنا وحطينا تيش عشان يدينا طبعا الوسع لان الماتور هيتحط هنا، وطبعا عشان لو في نظافه بعد كده رايش بتاع حاجه زي كده نعرف نشيلها ما نضطرش نقعد نفك كل مره، يبقى عندي وسع هنا اقدر اعمل صيانه، تمام. بنبدأ كده دلوقتي حاليا نثبت الاتياش، تمام. طبعا خلصنا الجزء ده، تمام. هنخرم الخرم ده، تمام، وهنثبته وبعد كده نبدأ نركب المايه. تابعوا معانا. زي ما احنا شايفين كده عملنا هنا حتة ماسورة هنا اهوت، انا عامل ده هنا مؤقتا، مشترك مؤقتا، على ان لو الميه طلعت قويه جدا معايا وعايز اقل الميه هركب هنا محبس واعمل رجوع للميه زياده عشان ما يبقاش الضغط عندي هنا جامد، تمام. انا لسه هنجرب كده مؤقتا هنشوف ضغط الترومبه قد ايه، تمام. ودي ترومبه بتاع حوض السمك، دي ترومبه بتاعت حوض سمك، ووصلناها بالكوع تحت، تمام. وطبعا هنوصل لها فيش الكهرباء، وطبعا هنوصل لها فيش الكهرباء عشان الترومبه تشتغل. طبعا هيتعمل لها مفتاح يا اما مستقل، هيتعمل لها مفتاح مستقل للكهرباء، يا اما هتشتغل ممكن تعمل مباشر. طبعا لو كل الشغل حديد هتحتاج نشغلها مباشر، لكن طبعا انا عندي بيبقى فيه خشب وعندي بيبقى فيه حديد فمش هحتاج طبعا الميه مع الحديد، فانا هعمل لها مفتاح لوحدها انها هي هتشتغل مع برضو الماتور، لكن انا ممكن افصلها. يعني انا اهو احنا حطينا الترومبه، طبعا احنا هنجرب كده اهوت، هنحط ميه وهنجرب. طبعا انا هعمل بتاعت السمك بفلتر اسفنجي عشان خاطر لو في اي نشاره برودة حديد ما تخشليش
براد الحديد ما تخشليش على الماتور وتبوظهولي او تقفشهولي. تمام، احنا طبعا هنجرب كده هنا مؤقتا. طبعا هي بتتحط على الميه، في الميه دي بيبقى في ماده تبريد بتتحط على الميه دي عشان خاطر بتساعد على التبريد. دي لسه هنبقى نجيبها، في ماده تبريد او بيسموه زيت تبريد، او ممكن نجيب زيت كهرباء اللي هو خفيف جدا يتحط. تمام، طبعا واضح الميه يعني ممكن تكون معقوله او قويه. تمام، حسب ما انت عايز. عايز تقللها عن كده، عايزين نقللها عن كده. هنركب هنا اهو محبس ونعمل رجوع تاني على ان لما اقلل الضغط، يعني مثلا انا لو فتحت هنا اهو، شايفين، هقلل الضغط المية هتخف معايا. طبعا انا كده بالطريقه دي انا حافظت على اللقمه دي. طبعا اللقمه دي اسعارها دلوقتي، اسعارها بقت فلكيه، بتتكلم في 200 250 و300 جنيه الانواع اللي هي خامتها عاليه، هي الكوارتز والحاجات اللي هي خامتها عاليه. فطبعا انا كده بالتبريد ده انا كده بطول عمر اللقمه دي، بطول عمر اللقمه دي بدل ما السنان بتاعتها تسخن وتتاكل معايا وتتلف. طبعا كده انا ريحت نفسي، وطبعا كده انا عندي كل برادة الحديد دي بتنزل تحت. طبعا هي بتبقى تقيلة بتركز تحت، وعندي هنا اهو الترومبة طبعا فيها اسفنج، لو اي حتى برادة حديد ولا حاجة دخلت مش هتخش لي على الترومبة عشان ما تبوظليش وتطول لي عمرها. وطبعا انا هنا اهوت عملت حاليا دلوقتي ركبت كوع وركبت خانقه صغيره عشان اخد ضغط الميه اللي انا عايزه، ده ضغط الميه اللي انا شايفه مناسب ليا فانا اخدته. انا عايز اوسع، هوسع دي شويه هتقلل لي الميه، عايز ازود ضغط الميه هخنق دي اكتر هزود لي الميه. دي عباره عن رجوع زي ما انتم شايفين كده اهو، رجوع لضغط الميه زياده، لان طبعا الترومبه دي كبيره، يا اما انت بتدور على ترومبه مقاس اصغر اللي يناسبك، بس طبعا مهما كان برضو هيبقى الضغط بتاعها اكتر من اللي انت عايزه. فطبعا انت بتاخد اللي انت عايزه بالطريقة دي وبترجع الزيادة وبتاخد الضغط اللي هو المناسب ليك. ده بقى شكل المتقاب بعد ما خلص بالحوض بتاعه. تمام، وطبعا انا لو هشتغل حاجه فيها خشب ومش عايز الميه النشاره تنزل هنا اهو، بحط هيتعمل لها حته ابلكاش كونتر هتتحط على الوش هنا على ان ما ينزلش عندي اي نشاره تحت عشان ما تسدليش الفلتر. تمام، لكن ده هنا كده لشغل الحديد. طبعا احنا كده عايزين هندور للميه عشان التبريد. تمام، وده الشانيور المتقاب شغال. تمام، ما عندناش اي مشاكل في التبريد. طبعا الافضل ان انا بحط اللي هي الماده بتاعه التبريد على عليه، او الزيت الخفيف بتاع الكهرباء الخفيف بيبقى طبعا افضل للتبريد السنون، وفي نفس الوقت عشان ما يحصلليش هنا ده طبعا الجسم كله ظهر، ما يحصلليش فيه نسبه صدأ ولا حاجات بسيطه زي كده، يبقى افضل يعني.
تمام. لو حطينا اللي هي الماده بتاعه التبريد اللي بتتحط على الميه ديت اللي بيبقى لونها ابيض دي، هتبقى طبعا هتمنع مشكله الصدى دي برضه. ويا ريت كده الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل فكره جديده. كان معاكم فادي الانتاجي من الورشه الفنيه.